قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، نصبح على ليندا وتطمنا على احوال الشوارع وكمان اسعار الذهب والعملات، وتعرفنا كمان اخبار الطقس النهارده. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير شاذلي. صباح الخير هدير. صباح الخير يا ليندا. الحقيقه شاذلي في كثافات متفاوته على مختلف الطرق، وبالنسبه للطقس الطقس يعتبر معقول النهارده، يعني زي امبارح درجه الحراره في القاهره بتسجل 30. طب ده عظيم جدا، معقول في الفتره دي من السنه. بالظبط، ولكن بالليل بيكون معتدل، يعني في بعض المحافظات بيكون مائل للبروده شويه زي الاسكندريه مثلا. تمام، تعالوا نشوف التفاصيل. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نستعرض مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنشوف على الخريطه اللي ظهرت دلوقتي، وخلونا نبتدي جولتنا من كوبري 15 مايو واللي بيشهد كثافات بسيطه في الاتجاهين سواء المتجه لوسط البلد او المهندسين. أما كوبري أكتوبر فبيشهد كثافة مرورية لحد ما نوصل لميدان رمسيس والعباسية وغمرة، ومن المتوقع زيادة الكثافات بعد شوية بالتزامن مع موعد دخول الموظفين لأعمالهم. أما طريق الكورنيش من المضلات لوسط البلد فبيشهد كثافات مرورية متحركة لحد ميدان التحرير، وبعدين في سيولة مرورية مكملة على الكورنيش ولحد منطقة حلوان. أما القادم من حلوان عبر الكورنيش ففي سيولة مرورية لحد شارع قصر النيل. أما المتجه في شارع بورسعيد للشرابية وحدائق القبة ولحد كوبري السواح والأمرية والعكس في كثافات بسيطة. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة وتحديدا من شارع السودان واللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة، وهنفضل ماشيين لحد ما نوصل لجامعة القاهرة. هناك في بعض الكثافات المرورية. في الدقي بتشهد الطرق هناك سيولة مرورية لحد كوبري قصر النيل وميدان التحرير، وبتظهر كثافات كبيرة على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا لكوبري ثروت لحد شارع أحمد زويل، وهناك هتكون في بعض الكثافات. كمان بتظهر كثافات مرورية متحركة في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع اقتراب موعد دخول الموظفين الجامعة. هنروح دلوقتي مشاهدينا لمحافظة سوهاج، وهنبتدي فيها من محطة قطار سوهاج وللطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، وهنتجه ونشوف شارع وطريق الحواويش واللي بيشهد بعض الكثافات المرورية لحد ما نوصل للشارع اللي فيه مستشفى أخميم المركزي واللي بتشهد سيولة مرورية. هنفضل ماشيين لحد ما نروح لطريق جرجة اللي بيشهد هناك سيولة مرورية متقطعة مع بعض الكثافات البسيطة اللي ممكن نقابلها في منتصف الطريق. هنروح دلوقتي مشاهدينا لمحافظة بني سويف، وهنبتدي من شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد سيولة مرورية بتقف عند محكمة بني سويف الابتدائية واللي بتشهد هناك بعض الكثافات البسيطة. هنفضل ماشيين لحد كورنيش بني سويف واللي بيشهد دلوقتي سيولة مرورية، وهنكمل من الكورنيش لحد ما نوصل لمكتب تأمينات بني سويف ومبنى المحافظة والمحكمة وللطريق ليهم بيشهد سيولة مرورية. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، والبداية هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.52، أما الشراء فسجل 18.44. اليورو البيع سجل 19.55، أما الشراء فسجل 19.45. الجنيه الاسترليني البيع سجل 22.83، أما الشراء فسجل 22.72. الفرنك السويسري البيع سجل 18.67، أما الشراء فسجل 18.58. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.75، أما الشراء فسجل 2.74. والريال السعودي البيع سجل 4.93، أما الشراء فسجل 4.91. الدينار الكويتي البيع سجل 60.47، أما الشراء فسجل 60.03. والدرهم الإماراتي البيع سجل 5.04 والشراء سجل 5.20. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار الذهب، وهنبتدي مع عيار 18 اللي سجل 1037 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 1210 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1383 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 9680 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس.
الجو النهاردة هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وهيكون في شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. كمان هيكون في نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 30، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 23. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.